بسم الله الرحمن الرحيم. مفيش في الدنيا أغلى من الحياة، ولا في أصعب من إنك تفارق الأحباب. عشان كده اللي بيقدم روحه وحياته عشان غيره يعيش ويطمن ويأمن في الدنيا بيقدم أغلى حاجة عنده بجد. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى وعد الشهداء بالحياة الدائمة عنده في جنان النعيم، زي ما قال ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. عفوا، هنتكلم النهاردة عن منزلة الشهداء وجزائهم عند ربنا، وإزاي إننا نقدر نوصل للمكانة العظيمة دي ولو حتى نقرب منها. أنا بينورني الشيخ أحمد الصباغ من علماء الأزهر الشريف. أهلا بك شيخنا. ربنا ينور حضرتك يا أستاذ مصطفى، الله يخليك. الشهادة، نعم، المنزلة العظيمة اللي كل الناس بتسعى لها، نعم، وكلنا بنتمنى وبندعي دايما، نعم، ربنا يرزقنا الشهادة، يرزقنا الشهادة ويكتبنا الشهداء. أمين يا رب. لو عايزين نعرف المعنى، المعنى شيخ أحمد، معنى الشهادة، وبيشهدوا على إيه، ومين اللي بيشهد لهم، وهكذا. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم خير الأسماء. بسم الله رب الأرض والسماء. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه داء. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. ودائما صل على الحبيب، قلبك يطيب، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ذروة سنام الإسلام هو الجهاد، وأكبر جائزة في الجهاد هي الشهادة في سبيل الله. والشهادة معناها إن هو وهو في أثناء السكرات أو وقت الشهادة بيشهد مكانه في الجنة، ويشهد نعيمه في الجنة، وتشهده الملائكة. شوف كلام، ما ذلك سميت شهادة ليه؟ سبحان لأنه الله. يشاهد والملائكة تشهد له. بس خد بال حضرتك، إذا كانت الشهادة أعلى درجة في الإسلام فلا بد أن تكون شهادة في سبيل الله. النية بقى، الإخلاص، النية طبعا. تمام، جميل. ولذلك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من طلب الشهادة في سبيل الله بصدق نال منازل الشهداء ولو مات على فراشه. يعني مش شرط ان هو يموت في المعركة او في ارض الجهاد. سيدنا ابو بكر لم يموت في المعركة. سبحان الله. سيدنا ابو بكر، شوف على سيدنا خالد بن الوليد. سيف الله، الحروب اللي خاضها دي كلها والمعارك، لم يموت الا على فراشه. فمش موضوع الشهادة في سبيل الله لازم هو اعلى شيء الجهاد طبعا. بس سيدنا النبي فتح لنا موضوع الشهادة، وطبعا الشهيد له عند الله خصال كثيرة جدا. يشهد مقعده من الجنة، يؤمن من الفزع الأكبر، يؤمن من فتنة القبر، يشفع في 70 من أهل بيته، يتزوج 72 من حور العين. قضية كبيرة جدا، لدرجة أن الشهيد يتمنى العودة إلى الدنيا ثم يقتل مرة ثانية لما يرى من فضل وعظمة الشهادة. والآية اللي حضرتك تفضلت بيها: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. دي نزلت في مين يا سيدنا؟ نزلت في سيدنا عبد الله ابن حرام. اسمه كده، سيدنا عبد الله ابن حرام. كان أبو البنات، وما كانش عنده غير ولد وحيد على بنات، اسمه ومشهور جدا سيدنا جابر ابن عبد الله. فلما مات سيدنا عبد الله ابن حرام وابوه كان على قد حاله، ودي رسالة النهاردة للجماعة عشان نتبرع ونقف جنب الفقراء وأصحاب الديون. فلما استشهد سيدنا عبد الله ابن حرام بقى سيدنا جابر يا عيني مصيبته مصيبتين. المصيبة الأولى أن فقد والده، المصيبة الثانية أن ساب له أخواته البنات اللي كان بيصرف عليهم، وساب له ديون على كتفه. فلما راح لسيدنا النبي حزين وزعلان، سيدنا النبي يكبر بخاطره ويقول له: يا عبد الله، اللي هو جابر بقى، جابر بن عبد الله، يا جابر، أما علمت، ألا أخبرك أن بشيء يصبرك شهيده؟ قال له: نعم يا رسول الله. قال له: إن الله ما كلم أحدا حين وقف بين يدي الله، ما كلم الله أحدا إلا من وراء حجاب، إلا أباك عبد الله ابن حرام فكلمه الله كفاحا، يعني بدون حجاب. لا إله إلا الله، دي منزلة. منزلة يعني. فقال له ربه: يا عبد الله، تمنى علي. أنت تطلب إيه؟ الله 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 الله. قال له: يا رب، أتمنى أن أعود إلى الدنيا فأقتل فيك مرة ثانية. من اللي شافه، من الخير والفضل طبعا، لأن الشهيد لا يحس بألم القتل. عارف شكل الدبوس في لحظة، خلاص. ده الجمال بقى. فربنا قال له، بتقول ايه؟ قال له: عايز ارجع واتقتل تاني عشان اخد الثواب يبقى اكبر. فربنا قال له: سبق القول مني انهم اليها لا يرجعون.
خلاص ما ايه مش هيرجعوا تاني. قال له يا رب اريد ان ابشر اولادي واهلي ومن خلفي اقول لهم الخير اللي انا فيه عشان يعملوا زيي. فربنا قال انا اتولى بلاغهم. ثم نزل جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الايات: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ولا هم يحزنون. كلام جميل يا شيخ أحمد، والواحد بيستشعر فعلا ويتمنى بقى لما بيسمع الكلام. نعم. ده منزلة الشهداء والشهادة. أمين. عن ربنا. أمين. بس طبعا حد يسمع دلوقتي يقول لك ما هو دلوقتي ما فيش معركة دلوقتي. أيوة. نعم. ما فيش فكرة الجهاد يعني برضو بتبقى الموضوع. نعم. ناس بتعيش وبتموت وما بيوصلش أنه يشارك. نعم. في حاجة زي كده. نعم. فده نقول له إزاي يوصل لمنزلة الشهداء؟ واحد النية، من طلب الشهادة في سبيل الله بصدق نال منازل الشهداء ولو مات على فراشه. كلام جميل. وإيه كمان عشان تعضد النية وتقوي النية وتثبت أقدامك بقى يا سيدنا؟ الإنفاق في سبيل الله. ودي كان الملفت للنظر في القرآن الكريم إن ربنا يجعل الثواب للشهداء يساوي ثواب المنفقين والمتصدقين في سبيل الله. معقولة؟ يعني فكرة إن ده في القرآن مش سنة. الشهادة ومنزلتها الختمة. خد بالك من الآية دي كده: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ألا خوف عليهم، خوف في اللي جاي، ولا هم يحزنون على اللي فات. على اللي فات. كلام جميل. نروح بقى للمنفقين، يبقى جزاء الشهداء ايه؟ ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. حط تحت خط. نروح بقى للمنفقين. قال الله تعالى: الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار ثم لا يتبعون، الذين ينفقون أموالهم ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ولا خوف عليهم. بس أكيد في سر هنا يا شيخ أحمد. طبعا. يعني فكرة إن هو طب أنت هنا بتعمل إيه عشان تبقى تساوي أو بتبقى في منزلة الشهداء؟ بتحيي نفس. أمال إيه يا فندم؟ أنت بتقيم أسرة كانت هتهدم، بتقيم بيت كان هينتهي، بتحيي ناس كانوا هيموتوا، سواء بقى علاج لمريض، سواء مستشفى، سواء بيوت، سواء أضحية العيد اللي داخلين عليه، سواء محطات مية، سواء كولدرات مية، الأبواب مفتوحة. بس أنت اشتغل، أنت شارك، أنت على قد ما تقدر اعمل عشان تدخل في قوله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والآية الثانية بقى: الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية. عارف يعني ليل ونهار سرا وعلانية؟ الليل يبقى سرا، النهار علانية. علانية يعني ايه معنى بقى؟ يعني على كل حال ينفقون. يعني في السراء والضراء، صدقة السر وصدقة العلانية، عشان في الغنى والفقر، عشان يكون قدوة برضو في العلانية. الله يفتح عليك. ان انت تبقى قدوة لغيرك. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ولا هم يحزنون. ومع الأولياء برضو. وانت لما تنفق دخلت مع الشهداء وأولياء الصالحين. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. بص المنفقين محطوطين فين. شوف المتصدقين محطوطين فين. منزلة عظيمة برضو شيخ أحمد، فكرة طبعا. إن أنت بتبقى بتساوى مع الناس اللي هي بتضحي بنفسها. أيوة. وبروحها واللي. نعم. هي أغلى ما يملك الإنسان. نعم. وأولياء الله الصالحين اللي هم بيبلغوا من المكانة إن هم يعني مكانة عظيمة عند ربنا سبحانه. نعم. وتعالى. فأنت بتبقى داخل مع الناس دي في الثواب وفي الأجر. لا منزلة. نعم. عظيمة جدا. نعم. ربنا يكتبها لنا جميعا. وكمان يا فندم ان الصدقه ديت بتقي مصارع السوء. يعني ايه الصدقه تقي مصارع السوء؟ تقي يعني تمنع مصارع السوء، يعني الحوادث وفواجع الاقدار والمصايب والبلاوي. بتلاقي دي كانها بتبقى مضاد حيوي. عارف لما يبقى في صاروخ كده وفي مضاد كده ليه؟ اهو ده بالظبط، بيبقى القدر جاي، البلاء جاي، ودي تبقى مضاده للقدر، مضاده للبلاء اللي نازل. بقدر الله برضه نفر من قدر الله إلى قدر الله. جابر الخواطر لا يقع وإن وقع وجد متكأ. طبعا هو ده بيلاقي حد حاجة تسند عليها لأنه. نعم. هو مقدم. من صار بين الناس جابرا للخواطر أدركته عناية الرحمن ولو في جوف المخاطر. ربنا يجعلنا من الناس اللي بتكبر الخواطر يا شيخ أحمد. أمين. وإحنا طبعا عارفين إن ثورة الإنفاق كتير والأماكن بتبقى طبعا كتيرة، وإحنا معنا مؤسسة وجمعية البر والتقوى. نعم. من الأماكن اللي بتعمل الكلام ده. نعم. بتفصيل كبير قوي، فممكن بعد الفصل كده نتعرف على الأماكن. حاضر. اللي نقدر ننفق فيها إن شاء الله. إن شاء الله. فاصل أعزائي المشاهدين ونكمل حديثنا الشيق مع الشيخ أحمد الصباغ. ورجعنا لكم مرة تانية أعزائي المشاهدين، بنكمل حديثنا الجميل مع الشيخ أحمد النهاردة على منزلة الشهداء والمنزلة العظيمة اللي نفسنا كلنا نوصل لها إن شاء الله. إن شاء الله تعالى. كنا بنتكلم قبل الفاصل يا شيخ أحمد على إن المنفقين في سبيل الله
وازاي ان ربنا بينزلهم في منزلتين، منزله الشهداء ومنزله اولياء الله الصالحين. نعم. وحضرتك بقى شرحت لنا كده باستفاضه ان فكره ان انت بتنفق بالليل وبالنهار سرا وعلانيه. نعم. ففي طبعا اوجه الواحد بيبقى عايز برضه يحط الفلوس في المكان الصحيح. نعم. اللي ان شاء الله ياخد بيها الثواب الجميل ده. نعم. مؤسسه البر والتقوى بتقدم بقى الاوجه دي كلها، ويمكن من اهم الحاجات اللي عندهم واللي بنشعر بيها في الايام دي فكره تسقيف المنازل والحاجات دي اللي هي. نعم. بقى الحر جو. نعم. طبعا مين فينا ما بيبقاش مشغل تكييف ومروحه وكل حاجه والجو حر عليه. ايوه نعم. فما بالك. نعم. ان في ناس ما عندهاش سقف. صح. فده صعب. بص يا فندم، موضوع الاسقف تسقيف. آه. البيوت ده اعزكم الله بيدخل تحت قضيه الستر. نرى فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والاخره. عايز ربنا يسترك في الدنيا والاخره، استر ناس بسقف. عايز ربنا يسترك يوم القيامه، استر ناس بسقف. عارف السقف ده بيمنعهم ايه؟ بيمنعهم المطر، ويمنعهم البرد، ويمنعهم الشمس، ويمنعهم الحر، ويقعدوا كده معززين مكرمين كبني أدمين، ويبقى المكان يليق بهم عشان نلقى الله عز وجل وهو عنا راضي. طبعا. تقدر تعمل سقف بالكامل على حسابك، وكله من عند الله مش على حسابك أصلا، ده انت مغموق يعني. وآتوهم من مال الله الذي آتاكم وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. تقدر تعمل خير وبركة. طب مش قادر أعمل سقف، يعمل نص، اعمل ربع، المهم اعمل. طب أنا ما معيش خالص، حط غيرك من باب الدال على الخير كفاعله. يعني هم بيعملوا اسهم، يعني أوه. فكره ان انت ممكن تشارك في سقف، انما مش. نعم. مش لازم تاخد سقف كامل، لان حد يقول لك طب ما الموضوع بيبقى صعب عليا كتكلفه. والله لو في امكانيه ياخد سقف وفي استطاعه خير وبركه. طب ما فيش، يبقى كل على قدر استطاعته. لا يكلف الله نفسا الا ما اتاه. يمكن احنا لما كنا في رحله الفيوم برضه شيخ احمد، الواحد بيفتكرها لان كان يوم جميل فعلا. فعلا انا شفنا البيوت القديمه اللي هي كانت يا فندم من غير مش بيوت. لا ما تقولش بيوت، انا والله شفت. شوف العشش، عباره عن شويه حجاره. لا العشش انا شفتها. انا بقول عشش قديمه. ولما تبدل الحال بيهم الناس كانت فرحتهم. يمكن احنا الواحد يا فندم العشش انا شفتها. ما يتربش فيها شويه فراخ دي فعلا. سامحني في الكلمه. والله فعلا والله ما يوقف فيها شويه حيوانات. احنا شايفين على الشاشه الصوره بتتكلم. مش احمد فكره ان سقف زي ده صعب جدا ان حد يعيش في اجواء زي دي. لا الدنيا صعبه قوي. دي حقيقه. وده بقى الليس اوف دي. انت حضرتك كنت بتقول لي ممكن تلاقي فيها ثعابين وفئران وفئران والحاجات دي كلها وعقارب بتلم الحاجات دي كلها. ومع على درجات الحراره برضو العاليه اللي احنا بنعيشها بتبقى برضو الموضوع صعب جدا. صعب. وفي المطر يعني هي الحالتين. فانت لما بتشيل بقى السقف ده كله ونعمل سقف جديد ونعمل بيت جديد، نعمل اوضه نوم وانتريه ومطبخ وحمام ونبلط له الدنيا ونمحر له والنقاشه والسباكه والنجاره، يا سلام انت كده كانك قعدته في جنه. هي دي بالنسبه له جنه. طبعا ده هو الناس والله بتبقى فرحتها. ان هو خلاص هو كده تحس عنده. يا فندم الناس بيقولوا انت عملت لي يعني انت بجد. هو مفكر ان الموضوع كده وكده، مش مصدق من كتر الفرحه. دي بتبقى حقيقه والله. حاجه عجيبه قوي. ويمكن كانت مشاركه برضو محافظه الفيوم، والمحافظ كان موجود. أي نعم. كان اليوم حلو في ان كان فيه المجتمع كله. ايوه نعم. المجتمع كله متمثل طبعا. كله كان بصراحه دي كانت كتير. بصراحه حاجه حلوه. احنا شايفين على الشاشه برضو ان الحاجه بقى بعد ما بتتعمل بيبقى المنظر مختلف تماما. اي نعم. ده البيوت بقى اللي احنا شفناها، وانا شفتها بعيني انا اللي بعد بحاجه. ده بعد. اللي فات كان قبل. لا ده انتوا كمان جايبين قبل حاجه اسهل من اللي انا شفتها كمان. يعني انتوا جايبين قبل اللي احنا حاجه مقبوله. كانت صعبه شويه. لا يا فندم ده انا مش عارف انتوا ما صورتوش العش اللي احنا شفناه ليه. لا ما كان في حاجات كده ما اتصورتش. لا تصور دي بقى. كان بتطلع في حلقات قبل كده. صعبه قوي 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 يا فندم. يا فندم ده ما فيش لا باب ولا شباك ولا فيه سقف ولا حاجه خالص. عارف كده حاجه يعني كده مش عارف اسمها. الواحد برضه بيصعب عليه فكره الاطفال الصغيرين في المواقف اللي زي كده. ايوه بتبقى صعبه. الواحد لما نزل وشاف الاماكن هناك يا فندم، ده هو كان البتاع عباره عن عشه، هي اوضه واحده. طب اعزكم الله لا حرج في الدين، الراجل وزوجته هيقعدوا مع بعض براحتهم ازاي؟ طب لو فيه بنت في سن البلوغ هتلبس وتقلع وتنام ازاي؟ والاطفال مش طب عايشين. لو فيه ولد شباب في سن مراهقه هينام جنب اخته ازاي؟ خلينا نتكلم بوضوح بقى. طب الاطفال هيبقى موقفهم ايه؟ يا فندم اللي احنا شفناه ما كانش فيه حمام. كانوا بيروحوا بعيد. حاجه عجيبه. انا اول ما يعني مش عارف انا الكلام ده انا مش عارف هو ده موجود. انا بقيت اقول لهم ده موجود الحمام مشترك، كل واحد معاه مفتاح. طب افرض واحد راجل داخل لقى واحده ست في الحمام اعزكم الله، ولا العكس. الدنيا كانت صعبه لدرجه. فانا عايز انا بدل مش عايز بس 10 بيوت، انا عايز 20 و30 و100 بيت، وانتوا اللي تروحوا. والله انا نفسي امون عينيا
تطولوا رقبتي بقى والدنيا تبقى يعني بدل ال 100 يبقوا 200 و300 و1000 بيت. انا بصراحه بدعي الناس ان هي تروح لان فعلا بتبقى مبسوط. ايوه يا فندم. بتتعب على ما بتوصل بس في الاخر بتحس بفرحه الناس هناك وبتبقى مبسوط. نعم. بالاجواء اللي موجوده. بيهون عليك كل حاجه لما تلاقي الفرحه طبعًا. والسعاده. زي واحد بيذاكر طول السنه وطالع اسلافه، واحد بيلعب. تروح تشوفوا النتيجه يلاقي ده من الاوائل وده سائط. اللي من الاوائل ده كان تعبان طول السنه ولا التعب راح خلاص. ربنا ينجح كل الطلبه بالمناسبه احنا ايام نتيجه وكده ان شاء الله خير. من الحاجات برضه المميزه فيها جمعيه البر والتقوى فكره محطات التحليه. نعم. ان هم لما يعني فكروا في الموضوع ده ان احنا الموضوع يبقى يتعمل باتقان. مش بس نعمل حاجه وخلاص، لا الموضوع يتعمل ويتعمل صح. من باب ان الله يحب اذا عمل احدكم عمل ان يتقنه. ومن باب قول الله سبحانه وتعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. ايوه سيدنا النبي قال اطعموهم مما تطعمون والبسوهم مما تلبسون، وانا بقول في المحطات الميه اسقوهم مما تشربون. يعني ما تعملش محطه ميه او تعمل بير ميه وانت معاك ازازه جايبها ازازه مفلتره ولا ازازه معدنيه ما تشربش من ده، لا اشرب من ده. صح. واحنا رحنا وشربنا منها ورحنا وشفناها. فانا عايز حضرتك مش تعمل ميه تضر الناس من حيث اردت ان تنفعهم، ما ينفعش. يبقى يا نحن لا تقرصيني ولا عايز عسل منك. انت مش جاي تضرني بقى، لا يا تديني ميه زي الناس، ميه تقابل بقى ربنا. احنا شايفين دلوقتي اعزكم الله الفشل الكلوي والتعب والميه والبتاع، فانت حضرتك ادي له ميه تنفعه ما تضروش. لا واحنا هنا بنقعد نجيب فلتر خمس مراحل وسبع مراحل ومش عارف ايه برضه هم مش اقل من هم يبقى عندهم حاجات زي كده. يا فندم على راي الدكتور عماد بيقول اسيادنا الفقراء. دي كلمه جميله. احنا بصراحة اللي محتاجينهم. والله بكلمك بجد، المتبرع هو اللي محتاج الفقير مش الفقير اللي محتاج المتبرع. يعني لما تيجي تتبرع للبر والتقوى وانت تروح معاهم تسلم البيوت ولا الاسقف ولا الكولدرات ولا الحاجات ديت، تلاقي الفقير بيقول لك ربنا يكرمك يا بيه وانت تبقى مبسوط. لا ده الصح انت تقول له كتر خيرك انت قبلتها مني طبعا. تشكر ان انت زودت حسناتي، تشكر ان انت رفعتني في الجنه. امال ايه طبعا هو ده الاصل، ده اللي هياخدك ان شاء الله ويدخلك الجنه. نعم. يمكن احنا شايفين على الشاشه شكل المحطات والحاجات اللي بيعملوها، وفكره بقى المشاركه يا شيخ احمد، فكره ان انت ممكن ما تعملش محطه لوحدك ولا حاجه، لا انت ممكن تعمل تشارك مع ناس زي ما احنا شايفين ان في وفد كتير. انا ممكن اكلم الاسره بتاعتي، اكلم انا شفت مره عند حضراتكم خريجين جامعه ازهر باين او في كده مجموعه خريجين اتخرجوا، وبدل ما يعملوا حفل التخرج قالوا لا احنا ناخد التكلفه بتاع حفل التخرج نعمل بها مش عارف كمبير ميه ولا محطه. انا شفتها الكلام ده جميله. شفتها مع البر والتقوى. حاجه جميله فكره المشاركه. خريجين دفعه كذا كذا من جامعه كذا. عجبنا قوي. طب دول يا شيخ احمد مشاركتهم مع بعض في الدنيا ملمح كده هيلتقوا في الجنه. يعني انت برضه بتشارك في خير وبتساهم في حاجه زي كده وبتخفف عن الناس. نعم. الصوره دي هيبقوا عاملين ازاي مع بعض في الجنه يا شيخ احمد؟ هيلتقوا في الجنه بالنيه الصادقه. لان زي ما بيقولوا ايه، خير الاصحاب من اذا ذكرت الله اعانك. وشر الاصحاب من اذا نسيت وخير الاصحاب من اذا نسيت ذكر الله ذكرك. وشر الاصحاب من اذا ذكرت الله لم يعنك، واذا نسيت ذكر الله لم يذكرك. ربنا يبعدنا عنهم. هم دول. فالصحبه دي ممكن انا واسرتي، ممكن انا واخواتي، ممكن انا وابويا وامي، ممكن انا وزمايلي، ممكن انا وجيراني، نعمل بير ده حاجه او نعمل محطه ميه. يعني احنا قلنا محطات بقى، وروحوا شوفوها جمعيه البر والتقوى بتقول لك تعالى اتفضل شوف المحطه وشوف بيبعتوا لك على الجي بي اس وتروح تشوفها، وحتى لو ما روحتش خلاص انت كده براءه قدام ربنا. لا تقلق. لا فكره ان انت تطمن برضو على العمل اللي انت بتعمله، لان برضو انت بتحط احيانا بيبقى المكان بعيد اللي يروح اهلا وسهلا، بس في ناس بتروح. انا شفت والله. أيوة. لما رحت في الناس بتروح من محافظه لمحافظه. يعني بس مش عايز اتعبه اللي يروح خير وبركه. لان ممكن يكون عامل محطه ويقول لك انا عايز اعمل كمان واحده. هو يشوف الحال. دي حقيقه. طب واحد مش قادر يروح خلاص انت سلمتها لرب العالمين. بس طيب هي هنا برضو الصدقه يا شيخ احمد لما بتتحط في المكان ده، هل انت ربنا سبحانه وتعالى قال لك ان انت تسيبها وتمشي، ولا انت برضو ما انت تتابع الموضوع ده وستسال يوم القيامه عن كل درهم من اين اتيت به وفيما انفقته. دي حقيقه. مش جبته منين بس، لا وديته فين. تتابع. صح. سيبك بقى من المتسولين والناس اللي واقفين في الشارع والناس وبعض الناس اللي بيسرقوا وبعض الناس الحراميه وبعض الناس، لا لا لا، خليك مع مؤسسه البر والتقوى. دي مؤسسه رسميه وعلى عينك تاجر، خدوا بال حضراتكم. واذا كانوا بيدوا حضرتك وصل او بيوروك على الطبيعه او بيوروك على ارض الواقع، ده مهم. تابع. انا بقول لك تابع علشان تلقى الله وتقول له يا رب انا جبت ده من كذا وديته في المكان الفلاني، علشان ما حدش يستسهل برضه. لان انا بشوف برضه ناس بتقول لك انا حطيت فلوس وخلاص، انا اديتها لاي حد ماشي في الشارع اللي قابلني اللي كذا. واحنا عارفين ان للاسف بقى في ناس بتستسهل الموضوع وتمتهن الحاجات دي، لان انت وضعت شيئا في غير موضعه. فكره العمل المؤسسي برضو بتفرق في ان انت الحاجه بتوصل لاماكن انت ما بتعرفش توصل لها. ايوه. فبيوفروا عليك. ما انت طبعاً. عشان
طب صلى على النبي، لو انت هتجيب كل دير واخد بالك، او هتعمل محطه ميه مثلا في اسوان ولا في حلايب، هم وصلت البر والتقوى وصلت الاماكن دي او شلاتين او مش عارف او فيوم او الكلام ده او المنيا او لا. ده الشيخ حماد قال لي ان هم راحوا لسيدي براني. اه طب جميل. بص بقى انا عشان اخد الكولدير واوصله هناك المواصله التوصيله تكلفنا اكتر من ثمن الكولدير. ما طبعا ده مشوار. لا انا بقول لك هات الكولدير يا فندم، واحنا بنجمع او سواء محطات ميه او سواء قافله وبنجمع ده كله بنروح بيه مره واحده. فاحنا يعني وصلنا لحضرتك التبرع بتاعك للمستحقين وما كلفناش حضرتك وسائل المواصلات. دي طيب كويس. فكره ان انت مع العلم لو عايز تيجي تعالى. ما ده اللي انا كنت اقوله لحضرتك عليه. فكره ان طب لو انا عايز اشارك في حاجه زي كده واروح معاهم سهلا. ده بيبقى حاجه متاحه برضه. متاحه طبعا، سواء هتيجي معانا واحنا رايحين او هتيجي تقابلنا هناك. طيب. لك كل الاختيار. احنا بنبقى عايزين نشارك والله معاكم في القوافل دي على طول. فكره ان احنا بيبقى يوم جميل واحتفاليه فعلا. نعم. وبتشوف فرحه الناس وقد ايه الناس بتبقى مستنيه الحاجات اللي زي دي. عايزين البر والتقوى يكتروا من الحاجات دي، بس هم مش هيقدروا يكتروا الا ببركه حضراتكم انتم اهل الخير واهل الثراء واهل الكرم واهل المعروف. ايدكم في ايديهم وهم البر والتقوى كما قال الله وتعاونوا على البر والتقوى. والله الدكتور عماد بيبقى معانا كتير. يا شيخ احمد بيقعد يقول ايه، انا مش عايز اطلع كل شهر، انا عايز اطلع كل اسبوع. نعم. انا لو في وهو فعلا الراجل والله بيجي من مكان تلاقيه سافر في مكان تاني. نعم. فيقول لك انا عايز اطلع، بس انا بيبقى برضه الامكانيات لازم تبقى حاجه تستاهل، حاجه تليق عشان تستليق وتستاهل. عشان المواصلات مكلفه جدا. لان الناس هناك بتبقى مستنيه فعلا ومنتظره الحاجات دي. شيخ احمد ان هو نودي لهم بقى اللحوم ان شاء الله بقى في العيد. ما هي بقى الفكره في كده، في العيد مواسم بتدخل ورا بعضها. نعم. خرجوا من رمضان والكراتين وكده، فالبر والتقوى بيدبحهم ويكيسهم ويتليجهم ويوصلوا. ده نفسه يا فندم، ده نفسه شغل عالي جدا. وشغل مكلف جدا الله يكون في عونهم بصراحه، وشغل متعب جدا. وشوفوا بيدبحوا ايه ويوزعوا ازاي ويقطعوا ازاي ويكيسوا ازاي ويجمدوا ازاي. وعايزه بقى وسائل نقل خاصه، ثلاجات تروح الاماكن البعيده عشان ما تفسدش. لا الموضوع كبير. صح. يا سلام لما تساهم بقى في حاجه زي دي تدخل بقى مع الناس اللي يعني مع اهل الخير في يوم القيامه ان شاء الله. والله يا شيخ احمد احنا نتمنى ان احنا نكون دايما بنشارك في الخير او نكون بندل عليه. احنا ما احنا وسيط، احنا بس قاعدين وسيط بنبلغ الناس في شغل المؤسسه. الخير يا رب يا رب. ان شاء الله نشارك معاهم في حاجات كثيره قريبه ان شاء الله، وننزل معاهم في فعاليات كتير ببركه اهل الخير بعد ربنا. طبعا ان شاء الله هم دول الاساس. اي نعم اي نعم. انا اتشرفت بحضرتك النهارده. كانت حلقه جميله. الله يبارك لك. واشوفك في حلقات ثانيه ان شاء الله على خير. استاذ بخيت الاعلام المحترم. الله يكرمك يا شيخ احمد. ربنا يعزك. كنا معاكم النهارده اعزائي المشاهدين، وكانت حلقه عن منزله الشهداء وازاي ان احنا نقدر واحنا في مكاننا نوصل للمنزله دي، او يعني ربنا يكتبنا كده ونقرب منها شويه. فكره الانفاق والحث على عمل الخير والكلام ده كله، ربنا يجعلنا ان شاء الله من اهل الخير والانفاق. نشوفكم على خير في حلقه جديده باذن الله.